مرحبا بكم أعزائي متابعي موقع جريدة الدستور على الفيسبوك. احنا دلوقتي موجودين في منطقة بولاء الدكرور في شارع الرشاح أمام جراج حصلت فيه جريمة قتل يوم الأربع اللي فات. اتنين اخوات قتلوا صاحب كشك. بسبب مشادة حصلت على نباح كلب كان في الجراج، صاحب الجراج ده صاحب الكشك كان راح يعبي مية ففضل ينبع عليه الكلب، كان في كلب موجود في الجراج فضل ينبع عليه الكلب، فحاول يعني يقول لصاحب الجراج انك بقول له صاحب الجراج سكت الكلب ده، فبقول له انا مش عارف اسكته، فحصلت مشاده كلاميه بينهم، تطورت لحد ما جه صاحب الكشك ده جاب سكينه من الكشك بتاعه وراح لهم الجراج، فاتلموا عليه برضه في الجراج وضربوه بطعنتين، خد طعنه في رجله، دي جابت الشريان اللي هو وصل للقلب، وطعنة التانية كانت في ظهره. وبعدين الناس اتصلت بالحكومة، جات الحكومة قبضت على المتهمين، وفي متهمين لسه تانية ما تقبضوش عليهم، وحاولنا نتواصل مع شهود بس رفضوا التسجيل، بس حكولنا الموضوع يعني انه اللي مات ده اسمه وائل وشهرته شكشك. وائل ده كان متهم في قضية قتل قبل كده، خد فيها 15 سنة، هرب منها في الأحداث بتاعت ثورة 25 يناير، وبعدين رجع السجن تاني وخد حكم مخفف، ولسه مقضي المدة بتاعته من حوالي 3-4 سنين. وائل ده كان يعني ليه مشاكل كتيرة في الشارع، كان بيحاول يفرض سيطرته على الناس، ليه يعني كذا وقعة قبل كده من ساعة خروجه من السجن، اتعرض لكذا حد موجود في المنطقة هنا وحاول يعتدي عليه بالضرب. وبعدين حاليا ان المباحث بتكثف تحرياتها بتحاول تقبض على باقي المتهمين على لسان الشاهد. الجراج اللي هو اللي حصلت في الواقعة ده اللي هو قدامنا موجود في منطقة بولاء الدكرور، بالتحديد شارع اسمه شارع الرشاح، وده الكشك اللي حصلت فيه الواقعة، هو ده كان صح الكشك ده بتاع المجني عليه. الواقعة بالتحديد بدأت يوم الأربع بعد المغرب، كان المجني عليه واخد جيركن وراح يملاه مية من الجراج بجواره، يعني مش بعيد عنه. الجراج ده كانوا جايبين فيه كلاب، فالكلاب فضلت تنبه على صاحب الكشك ده، فصاحب الكشك يعني من الناس اللي هي عايزة تسيطر كده في المنطقة وليها وضعها أو عايز يعمل وضع لنفسه في المنطقة، فقال للحارس بتاع الجراج شيل الكلب ده او سكته. فصاحب الجراج ده يعني كان لسه جاي جديد او عامل في الجراج كان لسه جاي جديد، فقال له يعني انا هسكته ازاي، هسد له بقه او حاجه زي كده. فالمهم حصلت مشاده بينهم، تطورت لحد ما جه صاحب الكشك ده جاب سنجه من الكشك بتاعه. التفاصيل دي رواها لنا احد الشهود، يعني واحد صاحب محل في المنطقه هو اللي كان شاهد على الواقعة، ويعني حكى لنا التفاصيل بالكاملة. بعدين صاحب الكشك ده جاب سكينة ودخل على الجراج عايز يضرب بتاع الكشك بتاع الجراج. طبعا اصحاب الجراج دول عددهم كتير في المنطقة، يعني ليهم جراج اللي هو ده وفي جراج تاني قصاده الناحية التانية، فلما شافوا الموقف برضو ما سكتوش، في منهم اللي جري عليه حاول يمسكه، وقام برضه وراح برضه بعض الناس التانيين اللي هم المتهمين
سحبوا سينج ومطاوي واشتبكوا مع بعض. كان في ضرب شديد في يعني كله كان بيضرب لحد ما حاولت الناس انها تفض الاشتباك. في البداية يعني في البداية بقى قبل ما المشكلة تخلص ما كانوش متخيلين انه في حد اتعور جامد او يعني الضرب اللي كان في المشكلة ده انه ادي للموت. فاتفاجئوا بعد ما الناس حاولت تهدي الموضوع كده انه المجني عليه اللي اسمه وائل وشهرته شكشك بينزف دم جامد من رجله وظهره. يعني على حسب التعبير اللي قالوا لنا الشاهد انه كانت في نافورة دم بتضرب من جسمه. بعدين حاولوا ينقلوه للمستشفى بس وصل المستشفى كان مات. وائل ده يعني عنده حوالي 45 سنة، كان لي سجل جنائي بسبب جريمة قتل كان متهم فيها، خد فيها 15 سنة. وبعدين طلع من حوالي 3-4 سنين حاول يعني يفرض نفسه في المنطقة كده، وكان بيجهز نفسه عشان هيتجوز. كان لسه بيجهز الشقة بتاعته وبيجيب العفش بس، لكن يعني ما خلاص ما كانش، كان عمره خلص في الدنيا وبسبب المشكلة دي مات. حاليا في بعض المتهمين مش ما اتمسكوش. بحسب برضو بحسب ما قال لنا برضو شهود العيان انه في بعض المتهمين لحد دلوقتي ما اتمسكوش، والمباحث بتكثف تحرياتها عشان تقبض عليهم. الواقعة كانت يوم الأربعاء اللي فات الساعة 6 بالليل. حصلت مشاجرة بين صاحب كشك وصاحب كشك وأصحاب الجراج. أنا آسف على الدوشة اللي احنا في الحصلة دي، بس شكلها في زفة معدية أو نقل عفش. الواقعة كانت يوم الأربعاء اللي فات المغرب. حصلت مشادة كلامية بين صاحب الكشك وأصحاب الجراج. أصحاب الجراج بسبب يعني نباح كلب على صاحب الجراج. صاحب الكشك دخل الجراج يعبي مية، فالكلاب فضلت تنبح عليه جامد. طلب من العامل اللي هو في الجراج انه يسكت الكلاب، فقال له هسكتهم ازاي. من هنا بقى بدا الخلاف لحد ما راح وائل اللي هو المتهم المجني عليه. بحسب روايه الشهود لينا انه راح الكشك بتاعه وجاب السكينه ودخل الجراج وحاول يعتدي على الحارس اللي جوه. فما كانش باقي إلا والناس هيدافعوا عن نفسهم. وبرضو جابوا سكينة وضربوا المجني عليه. وبرضو وضح لنا أحد الشهود إنه أصحاب الجراج دول برضو فيهم بعض المسجلين، فيهم ناس هم أشقاء ليهم جراجين في نفس الشارع قصاد بعض. دول يعني عندهم شغل تاني مخالف للقانون على حسب رواية الشهود، انهم عندهم شغل تاني بخلاف الجراج ده، واخدين الجراج ده بيداروا في شغلهم اللي هو التاني. زي ما كان في ليهم واحد اخوهم او قريبهم اتمسك من قريب بسبب تجارة المخدرات. كل الكلام اللي احنا وصلنا له ده على حسب رواية الشهود في المنطقة. حاولنا نسجل معاهم او يطلعوا معانا بس رفضوا بسبب نفوذ يعني العيلتين في المنطقة وتجنب للمشاكل ليهم، فرفضوا انهم يطلعوا يسجلوا معنا. لكن حكولنا يعني التفاصيل كاملة عن الواقعة،
وحاليا بتكشف الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة. تحرياتها في وقعة اتهام 2 إخوات بقتل ملك كشك في بولاية دكرور، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض في جراج عربيات، سددوا لي ضربتين، هم دول اللي كانوا قاتلين. ضربة كانت في رجله جابت الشريان اللي هو وصل للقلب، وضربة تاني كانت في ظهره، واتعمل محضر بالواقعة. كانت البداية ببلاغ من أحد سكان المنطقة بمقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بولاية دكرور. على الفور تحركت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبعمل التحريات المبدئية تبين صحة الوقعة، حيث تبين اعتداء 2 أشقاء على صاحب كشك، اعتدوا عليه بسلاح أبيض بسبب مشاجرة حصلت بينهم على نباح كلب ضيق اللي هو المتهم، ضيق المجني عليه، فالمجني عليه يعني هو ده كان سبب إن هو يموت، سبب نباح الكلب. تمام بس.